بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي نبتدي مع بعض تاني محاضرات الكارديوبالمونري سيستم وتاني جزء من الكارديوفاسكولار سيستم بعد ما اخذنا الهارت الا وهو البلاد فيسلز او الاوعيه الدمويه. وتعالوا كده مع بعض نشوف ازاي ربنا هيأهلها عشان تقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها. الاجنده النهارده بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ هنتكلم عن التركيب العام للبلاد فيسل، هنتكلم على انواع الارتريز او الشرايين والتركيب بتاع كل نوع، هنتكلم على انواع الفينز او الاورده والتركيب بتاع كل نوع، وهنشوف مع بعض ازاي ربنا هيأهلهم عشان يقوموا بالوظيفه بتاعتهم. خلينا كده يا شباب متفقين ان الكارديوفاسكولار سيستم بيتكون من مضخه رئيسيه مركزيه اللي هي الهارت، اللي بتيجي وتضخ الدم في سلسلة من الارتريز أو الشرايين. أكبر واحدة من الشرايين دي اللي بتبقى طالعة مباشرة من الهارت، واللي بسميها اللارج سايزد ارتري، اللي بتيجي تصب الدم في واحدة أصغر من الشرايين اللي بقول عليها الميديوم سايزد ارتري، أو ساعات بنقول عليها الماسكولار ارتري، واللي بتيجي تصب الدم في اصغر واحده من الارتريز اللي هي اسمها الارتريول، اللي منه بتبتدي تظهر الشبكه من الشعيرات الدمويه او الكابيلاريز، اللي هي اصغر واحده من البلاد فيسلز اللي موجوده في جسمك واللي بتغذيلك السيلز بتاعتك. طيب بعد ما بتغذيها ايه اللي بيحصل؟ بيجي البلاد يتجمع في الويست برودكت، ها، ويجي يصب فين؟ في الفينس سيستم، واللي بيبتدي بأصغر وحدة من الفينز اللي هي بتبقى بتاخد الدم من الكابيلاريز اللي هي اسمها الفينيول، اللي بيجي الدم ويصب بعد كده على فينز أكبر شوية في الحجم بقول عليها الميديوم سايزد فين، واللي بيجي بعد كده يصب الدم في أكبر واحدة من الفين اللي اسمها اللارج سايزد فين، واللي بترجع تصب تاني فين؟ في الهارت. يبقى رجعنا تاني للنقطة اللي احنا بدأنا فيها. هشبهها لك كده بإيه بالظبط؟ هشبهها لك بشبكة المية اللي هي بتغذي مثلا محافظة زي محافظة اسكندرية مثلا. أنا عندي بيبقى فيه مضخة رئيسية، شبكة رئيسية بتبقى موجودة في المحافظة. شبكة دي اللي هي شبكة مياه الشرب بتيجي تضخ المية في مواسير. أكبر مواسير اللي بتبقى موجودة فين؟ ها، اللي هي بتبقى موجودة في الحي بتاعك. تيجي تصب المية في المواسير اللي بتبقى موجودة فين؟ اللي بتبقى موجودة في الشارع اللي أنت ساكن فيه. بتيجي تصب المية في مواسير اللي هي أصغر اللي موجودة في العمارة بتاعتك، ومنها المية تروح على أصغر واحدة من المواسير اللي هي هتغذي بيتك، اللي هي بتبقى موجودة ببيتك وهتغذيك بمية الشرب، ومنها بيطلع من بيتك بتطلع شبكة تانية من المواسير اللي هي مواسير إيه؟ الصرف الصحي، اللي منها الفضلات بتيجي وتقوم رايحة ايه؟ تقوم جاية صبة فين؟ ها؟ تقوم صبة في المواسير بتاعت العمارة، ومنها بتاعت الشارع، ومنها بتاعت ايه؟ بتاعت الحي. ونيجي بعد كده نقوم عاملين تحلية لمياه الصرف الصحي عشان نرجع ايه؟ نصبها تاني في الشبكة الرئيسية بتاعت مية الشرب وحضرتك تشربها مرة تانية. هي دي بالظبط كده الفكرة بتاعت الكارديوفاسكولار سيستم. خلينا كده ونبقى متفقين في البداية ان تركيب بتاع اي بلاد فيسل هتاخده سواء كان ارتريز او فينز بمختلف احجامهم ما عدا الكابيلاريز اللي هناخدها المحاضرة الجاية بيكون من 3 طبقات. ايه الطبقات دي؟ هنتخيل قدامنا ادي البلاد فيسل كده الوعاء الدموي بتاعي عامل زي الاسطوانة بالظبط، ليها وول وليها تجويف. هاجي اقطع كده في التجويف، هقطع كده في الول بتاعي واجي ابص الاقي ايه؟ الاقي في عندي ادي الثلاث طبقات اللي موجودين في الول وادي التجويف بتاعي اللي بيمشي فيه الدم. يا ترى الول بتاعي بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث طبقات مش ثلاث طبقات وبس، لا ده كمان في استك.
كان في كده زمان اعلان بتاع بامبرز، عارفين بامبرز اللي هي الحفاظات بتاعت الاطفال، كان يمكن ما توعوش على الاعلان ده، كانوا يجي كده يقولوا لك ايه على البامبرز، يقول لك 7 طبقات ويشد لك كده البامبرز ويقول لك ايه واستك، 7 طبقات واستك. احنا هنا في الول بتاع البلاد فيسل عندنا طبقات، بس ما هماش 7، هما 3 طبقات. فانا عندي هنا 3 طبقات وايه واستك واستك، واوعى تنسى الاستك. ايه الثلاث طبقات دول؟ اول طبقه عندي اللي اسمها تيونيكا انتما، وكلمه تيونيكا يعني طبقه، وانتما معناها ها انها ان انتيميت ريليشن للبلد، يعني هي دي الطبقه الداخليه اللي هي ملاصقه لمين او مواجهه لمين، للتجويف بتاعي اللي ماشي في البلد. تاني طبقه اسمها تيونيكا ميديا، وكلمه ميديا يعني في النص، يعني هي دي الطبقه اللي في النص. وخلينا متفقين ان على حسب وظيفة الفيسل بتاعي، على حسب أنا حلاقي إيه في الميديا، يعني بمعنى آخر نجيبها بالعكس، على حسب أنا حلاقي مين اللي مسيطر في الميديا، على حسب ما أنا هقدر أعرف إيه وظيفة الفيسل ده. وآخر طبقة عندي اللي هي الطبقة الخارجية اللي بقول عليها تيونيكا أدفنتيشيا، وكلمة أدفنتيشيا معناها إن هي طبقة من الإيه الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو، ودي الطبقة الخارجية. وزي ما قلنا الثلاث طبقات، ما تنساش ايه يا شباب الاستيك. ايه الاستيك ده؟ الاستيك ده عبارة عن استيكين. ايه الاستيكين دول موجودين فين؟ في واحد عندي موجود ما بين الانتما والميديا، وواحد موجود ما بين الميديا وادفنتيشيا. اللي موجود ما بين الانتما والميديا بقول عليه انترنال الاستيك لامينا او انترنال الاستيك ميمبرين، واللي موجود ما بين الميديا والأدفنتيشيا بما انه موجود ناحيه الجزء الخارجي من الفيسل فبقول عليه الاكسترنال الاستيك ميمبرين. الانترنال والاكسترنال دول عباره عن ايه؟ من اسمهم عباره عن الاستيك فايبرز بيحصل لهم كوندنسيشن، تكثف في المنطقه دي وفي المنطقه دي، فبيعملوا لي الايه الطبقه دي، الاستيك ميمبرين هنا او الطبقه دي والالاستيك ميمبرين اللي في الطبقه دي. طب يجي السؤال، إفادة الانترنال والإكسترنال إلاستيك ميمبرين، ليه الإلاستيك فايبرز تكثف في هذا الجزء وهذا الجزء؟ خليني كده شباب أشبه لكم الموضوع بإيه كده بالظبط. أنتوا متفقين معايا أن الإلاستيك فايبر زي ما إحنا أخدناه قبل كده في الكونكتيف تيشو كان عامل زي إيه؟ زي الأستيك المدكك، زي الزجزاج كده، فبيقعد إيه؟ شد ورخي، شد ورخي، شد ورخي، بالظبط كده. فأنا كده حاجة شبه لك الول بتاع الفيسل بالول بتاع الستومك بتاع المعدة بتاعتك. فتحت قبل كده ستومك بتاعت خروف أو بقرة وشفت الول بتاعها عامل إزاي، بتلاقيه إيه؟ معرج معرج. إيه فايدة التعريق دي؟ فايدتها إنها تستوعب أي زيادة هتحصل في الحجم بتاع الستومك، ها نتيجة لإيه؟ لوجود الأكل. يعني أنت لما بتيجي تاكل، ها الأكل ده هيعمل إيه في الستومك؟ هيزود حجمه. فعشان الستومك تستوعب هذه الزيادة في الحجم، التعاريج اللي كانت موجودة إيه؟ بتفرد، بتختفي، فبالتالي هي استوعبت الزيادة اللي حصلت نتيجة لوجود الأكل. هنا الانترنال والإكسترنال دول هيعملوا لي نفس الحكاية، هيعملوا لي إيه؟ هم عبارة عن أساتك مزجزجة. فإيه اللي بيحصل؟ هتيجي الأساتك دي تستوعب لي أي زيادة هتحصل في كمية الدم اللي معدية عن طريق إنها إيه؟ ها؟ عن طريق إنها هتفرد، هتفرد زي إيه؟ زي تعريج الاستومك بتاعتك. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اوعوا تنسوا لما تشرحوا أي بلاد فيسل هتقولوا إنه بيتكون من إيه؟ من 3 طبقات وأستك. عايزين نشوف بقى تكوين الثلاث طبقات دول عبارة عن إيه؟ خدي بالكم الفرشة الأولانية دول دي اللي أنا هقولها ها هتنطبق على أي نوع من أنواع الفيسل ما عدا الكابيلاري، ها هتلطخ الكلام اللي أنا هقوله ده، بالإضافة إن كل نوع هيبقى له الحاجة المميزة ليه عشان الوظيفة بتاعته بتبقى مختلفة. فالكلام الجنرال في الأول ده مش هنقعد إيه نعيد ونزيد فيه، لا ده كلام كده اتقال في الأول، قاعدة هنمشي عليها في كله، وبعد كده إيه نبتدي نعدل بقى في الكلام على حسب إيه، على حسب كل نوع من الفيسل.
فلما بتيجي اول طبقه عندي اللي بقول عليها التيونيكا انتيما، الطبقه الداخليه، هلاقيها بتتكون من ايه؟ هتلاقيها بتتكون من طبقتين، طبقه بقول عليها اندوثيليوم، وطبقه تحتها بقول عليها السب اندوثيليوم. تعالي لي على الاندوثيليوم. اندوثيليوم اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن ابيثيليوم، بس هنا علشان مغطي السطح الداخلي بتاع التيشو بتاعي او الاورجان بتاعي فبقول عليه اندوثيليوم وليس ها ابيثيليوم. زي مين اخدناه؟ زي الاندوكارديوم، فاكرينه؟ فاكرين الاندوكارديوم بتاع الهارت بتاع المره اللي فاتت؟ كان برضو بيكون من اندوثيليوم. وقاعده اي اندوثيليوم عباره عن ايه؟ سيمبل سكويموس ابيثيليوم، خلايا ها مفلطحه ماسكه ببعض وقاعده على بيزمت ميمبرين. طب يجي السؤال، انا ليه عايزه هنا خلايا مفلطحه؟ زي ما قلنا قبل كده، حتى لا تعوق حركه البلد اللي ماشي في اليومن، علشان تعمل لي سموث باسج للبلد، حركه ملساء، ما حطلوش كده ها خلايا طويله تبقى عامله كده زي الخوازيق تعوق الحركه بتاعته. طيب في فايدة تانية للسيمبل سكويمس؟ في فايدة تانية. ايه الفايدة التانية؟ ان السيمبل سكويمس دي هتسمح بالديفيوجن بتاع النيوترنت ها والاكسجين من البلد اللي ماشي في اليومن لايه؟ للفيسل وول، لانه بتاع الفيسل زيه زي اي تيشو، هو نفسه محتاج ايه؟ محتاج يتغذى. فعشان كده ها الخلايا دي لما تبقى فلات هتسمح بايه؟ بالديفيوجن ان يحصل بسهولة. خلينا أقولك إن الخلايا دي بتبقى ماسكة في بعضها بتايت جانكشن أو أوكلودينج جانكشن. التايت جانكشن اللي هي إيه؟ اللي خدناها مع الإبيثيليوم، الجانكشن اللي بتقفل لك تماماً الانترسيلولار سبيس أو السبيس ما بين الخلايا وبعضها. وأنا ليه عايز أقفله؟ عشان مش أي حاجة كده ماشية في البلد ها سداح مداح تدخل لك على الول بتاع إيه؟ بتاع الفيسل بتاعك. اتفقنا؟ طيب تعالالي على الطبقة اللي تحت الاندوثيليوم اللي بقول عليها الساب اندوثيليوم، اللي هي زي اي ساب اندوثيليوم في الدنيا، عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبقة من اللوز كونكتيف تيشو، اللي هو عبارة عن ها فاكرينه كان بيتكون من ايه؟ من كل انواع الفايبرز اللي انت درستها، كولاجين وإلاستيك وريتيكولر وكل انواع السيلز اللي انت درستها في كونكتيف تيشو. النوع من الكونكتيف تيشو ده الفضفاض فايدته ان هو يحوط لك الحاجة وما يخنقهاش. خلينا اقول لك ان زي ما قلنا قبل كده ان في انواع كتيره من الارتريز، زي ما هنشوف الالاستيك فايبر زي ما قلنا بيحصل له كوندنسيشن، بيتجمع فين؟ زي ما قلنا ما بين الانتيما والميديا، ويعمل لك الانترنال الالاستيك ميمبرين. ولو جيت كده كبرت وبصيت على الانترنال الالاستيك ميمبرين هلاقي ان في مسافات ما بين الالاستيك فايبرز وبعضها، يعني ما بين الفايبر والفايبر في مسافة، ما هوش ميمبرين ها بيكون من continuous layer من الإلاستيك فايبر، لا ده في مسافات ما بين الفايبر والتانية، في فينستريشن، في فتحات. ليه في فتحات هنا؟ علشان تسمح لي بالإيه؟ بالديفيوجن بتاع النيوترنت من الإيه؟ من اليومن بتاع البلد على الول بتاع البلد فيسل. لان لو ما كانش فيه الفتحات دي ايه اللي هيحصل؟ هتيجي نيوترنت عشان تعدي مش هتعرف تعدي، فلازم اخلق هنا فتحات ما بين الالاستيك فايبر تقدر ان نيوترنت تعدي من خلالها عشان تغذي لي الوول بتاع الفيسل. اتفقنا يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض تاني طبقه اللي هي طبقه التيونيكا ميديا. وزي ما قلنا ان على حسب ايه اللي موجود عندي في التيونيكا ميديا ها ده اللي ايه؟ ده اللي هيحدد لي الوظيفه بتاعه الفيسل. فلما اجي اتكلم عن الميديا بتاعه الفيسل، لما اتكلم عن بلاد فيسل يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتفتكر ايه اول ما اقول كلمه بلاد فيسل؟ بتفتكر كلمه فازو كونستريكشن وفازو دايلاتيشن. يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ ان اي فيسل في الدنيا لازم يكون فيه سموث ماسل فايبرز، سموث ماسل فايبرز. السموث ماسل فايبرز دي هتعمل ايه؟ هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ثلاث حاجات. اول حاجه يا شباب ان هي ها هتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، فبالتالي بالكونتراكشن والريلاكسيشن دي هتعمل ايه؟ هتساعد لي في حركه البلد
جوه البلاد فيسل، لان البلاد جوه البلاد فيسل بيتحرك بالبريشر بتاعه وبايه بالكونتراكشن بتاع السموث ماسل. تاني حاجة ان بالكونتراكشن وريلاكسيشن بتاعت السموث ماسل هتعمل ايه في الفيسل، في الوول بتاع الفيسل، هتعمل فيه فازو كونستريكشن وفازو تايلاتيشن، فهتتحكم دي في كمية البلد اللي ماشية جوه الفيسل. وتالت حاجة ان السموث ماسل فايبرز دي هتكون لي حاجات موجودة في الميديا هنعرفها بعد شوية. خلينا اقول لك ان السموث ماسل فايبرز دي بتبقى مترصصة كونسنتريك. يعني ايه كونسنتريك؟ يعني داير ما يدور كده حوالين الفيسل وول عشان تعرف تتحكم فيه، وبتبقى نازلة كده ايه سبايرال كده زي ايه زي الحلزون. طيب تاني حاجة حلاقيها في الميديا عبارة عن ايه؟ ها قول لي انت. هتبقى عبارة عن الإلاستيك فايبرز، الأستيك بتاعي شد ورخي شد ورخي. ليه هنا يا شباب أنا عندي إلاستيك فايبرز؟ علشان الفيسل ده أنا عايزة أعمل فيه ديستنشن وريكويل، ديستنشن وريكويل، شد ورخي شد ورخي شد ورخي. فعشان كده لازم يبقى عندي فيه هنا إيه؟ ها في عندي إلاستيك فايبرز، وإن كانت كمية الإلاستيك فايبرز بتختلف على حسب نوع إيه؟ نوع الفيسل. بس خلي بالك أنا مش عايزة الديستنشن ده ها اللي هيعمله الإلاستيك فايبرز يكون على البحري، أنا عايزة أعمل ليميت لهذا الديستنشن. ها هعمل إيه؟ هي الديستنشن وريكويل ده شباب زي إيه؟ عارفين زي البالونة كده، إملاها بهواء وفضيها، إملاها بهواء وفضيها، إملاها هواء وفضيها. فأنا مع حركة البلاد بعمل إيه؟ ها بملأ وفضي، أملأ وفضي، أملأ وفضي. فهو ده اللي بيعمله لي إلاستيك فايبر. لكن زي ما قلت لك انا مش عايزه املى البالونه دي بهواء درجه انها ايه تفرقع، فعايزه اعمل ليميت لهذا الديستنشن. فهعمل ليميت ازاي؟ بان انا احط هنا الحديد المسلح بتاعي بتاع مين؟ بتاع ها الفايبرز اللي هو عباره عن الكولاجين فايبرز اللي هيعمل لي ليميت لهذا الديستنشن. ومش كده وبس، خلينا اقول لك ان سواء الفايبرز او السموث ماسل بيبقوا قاعدين على ارضيه مصفوفه ماتريكس من البروتيوجلايكين. البروتيوجلايكين ايه ده؟ يعني ده زي الكونكتيف تيشو، يعني الميديا بتاعتي فيها مصفوفه من البروتيوجلايكين وفيها فايبرز وفيها خلايا، لكن الخلايا هنا عباره عن سموث ماسل. وخليني بقى أقول لك الأكتر من كده كمان. إيه هو الأكتر من كده؟ إن الفايبرز والبروتيوجلايكان اللي في الميديا بتكونهم السموث ماسل وليست الإيه ها الفايبروبلاست. ودي من الأماكن اللي فيها السموث ماسل هي اللي بتكون الفايبرز والماتريكس، وده اللي خدناه لما خدنا الماسكولار تيشو وقلت لكم وقتها إن السموث ماسل بتقدر إنها تكون إيه فايبرز وماتريكس، ودي تعتبر تالت وظيفة للسموث ماسل اللي موجودة في الميديا. احنا قلنا انها هتحرك لي الدم، قلنا ان هي هتتحكم في الوول بتاعي توسعه او تضيقه، فبالتالي تتحكم في كمية الدم اللي معدية، وتالت حاجة ان هي اللي هتعمل الفايبرز والماتريكس بتوع الميديا. وزي ما قلنا ان هيحصل كوندنسيشن في ميني ارتريز للإلاستيك فايبرز وتعمل لي الإكسترنال إلاستيك لامينا. طيب تعالى معايا على آخر طبقة عندي، الطبقة الخارجية، ألا وهي التيونيكا أدفنتيشا. يا ترى بتتكون من إيه؟ الطبقة الخارجية من اسمها أدفنتيشا معناها أنها بتتكون من كونكتف تيشو. الكونكتف تيشو ده بعبارة عن إيه؟ عبارة عن فايبرو إلاستيك. يعني فايبرو إلاستيك؟ يعني بيتكون من كولاجين وإلاستيك فايبرز، والكولاجين بتاعي ده يا شباب بيبقى مترصص بالطول زي العواميد كده بالظبط. طب أنا ليه حط هنا الفايبرز بتاعتي زي العواميد بترصصة بالطول؟ أولا علشان تدعم لي الول بتاعي، فأنا حط هنا إيه الحديد المسلح بتاعي اللي هو الكولاجين عشان يدعم لي الول بتاع الفيسل ويحميه. تاني حاجة برضو زي ما قلنا الكولاجين هيعمل لي إيه؟ هيعمل لي ليميت ها للديستنشن بتاع الفيسل وول بتاعي علشان إيه؟ ما يفرقعش زي البالونة لما تتملى بالهواء. مش كده وبس،
خلينا أقول لك كمان إن التيونيكا أدفنتيشيا بتاعتي بتبقى فيها هنا فايبروبلاست اللي هيكون لي كولاجين وإلاستيك بتوع الأدفنتيشيا. وحلاقيك هنا كمان حاجتين مميزين للفيسل وول. إيه هما؟ حاجة اسمها فازا فازورم وحاجة اسمها نيرفاي فازورم. أختين، فازا فازورم ونيرفاي فازورم. إيه الأختين دول؟ هو يعني إيه فازا فازورم؟ فازا فازورم معناها the vessel of the vessel. الفيسل ها اللي رايح يغزيلي البلاد فيسل. ايه ده يعني البلاد فيسل نفسه ها لو بلاد فيسل بتغذيه؟ اه بالظبط كده. عارف المثل اللي بيقول لك ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين؟ اهو الفازا فازورم ده عمل ايه؟ ها راح وباع ايه؟ باع الميه في حاره السقايين في الوول بتاع الفيسل نفسه. فاذا الفازا فازورم ده عباره عن سمول بلاد فيسل بتمد الفيسل بالنيوتريشن بتاعتها. طب يجي السؤال، طب ما انا عندي هنا ها بيحصل ديفيوجن للبلاد او عندي هنا بلاد بيحصل منه ديفيوجن للنيوترينت والاكسجين من خلاله، انا محتاجه فازا فازورم هنا ليه؟ اقول لك ليه، لان انا لو عندي الفيسل بتاعي كان ارتري حجمه كبير فكميه النيوترينت اللي جايه بالديفيوجن من اليومن ها ما بتقدرش توصل لحد ايه؟ لحد الطبقات الخارجيه من الفيسل وول. فبالتالي انا الطبقه الخارجيه بتاعتي دي عايزه لها مصدر تغذيه فهحط فيها الفازا فازورم. او لو كان الفيسل بتاعي ده فين، فبالتالي الدم اللي ماشي جوه الفين بيبقى لو اكسجينيتد، وانا زي اي تيشو في الدنيا عايزه ويل اكسجينيتد بلاد، فريش ارتيريال بلاد عشان يغذيلي الايه الوول بتاع الفيسل. فعشان كده هحط في الوول بتاع الفين فازا فازورم يسبلاي الفين بايه؟ بفريش ارتيريال بلاد. طب سؤال، الفازا فازورم نفسه طالع منين؟ بيقولك ان هو بيطلع كبرانشز تفرعات من الاوعية الدموية المجاورة. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا الابدومينا او الثراسك اورطة يجي يدوني برانشز، البرانشز دي تقوم جاية نفسها متفرعة وتديني منها برانشز اصغر اللي هي عبارة عن الفازا فازورم. فالفازا فازورم ما هي الا عبارة عن برانشز من ايه؟ من الاوعية المجاورة. طيب تعال على تاني حاجة اللي هو النيرفاي فازورم. ايه النيرفاي فازورم ده؟ ده عبارة عن النيرفز اللي هي بتغذي الوول بتاع البلاد فيسل اللي بقول عليها الفازو موتور اوتونوميك نيرفز، واللي مسؤولة عن حدوث ايه؟ الفازو كونستريكشن والفازو دايلاتيشن، التوسيع والتضييق بتاع الوول بتاع الفيسلز. خلينا نبتدي مع بعض بأول نوع من أنواع البلاد فيسلز ألا وهو الأرتريز. وخلينا أقول لك إن الأرتريز بتتقسم لأنواع تبعاً للحجم بتاعها. فأنا عندي في اللارج سايزد أرتري، الميديوم سايزد أرتري، والأرتريولز. خلينا نبتدي مع بعض في البداية باللارج سايزد أرتري، واللي هي تسمت لارج سايزد لأن دي بيبقى حجمها كبير، وبقول عليها الإلاستيك أرتريز. ومن اسمها إلاستيك يعني إيه؟ يعني بتتميز بإلاستيستي. يعني من اسمها أنا أقدر أستنتج إيه؟ أستنتج إن المين كومبوننت بتاع الميديا عبارة عن إلاستيك فايبرز، عشان وظيفتها هي محتاجة كمية محترمة من الإلاستيك فايبرز في الميديا بتاعتي، عشان وظيفتها الأساسية إنها تعمل ديستنشن وريكويل، ديستنشن وريكويل، ديستنشن وريكويل. وبسميها برضو conducting arteries لأنها بتكوندكت البلد بتاعي ها بتوصله على إيه؟ على medium sized arteries. خلينا كده ناخد example للarge arteries زي إيه؟ بيقولك زي الأورطة واللارج برانشز بتاعتها، البرانشات الكبيرة بتاعتها زي إيه؟ زي البريكيوكيفاليك، زي السابكليفيان، زي الكومن كاروتيد، زي الأكزيلري، وهكذا. هنيجي كده ها وناخد سكشن في الأورطة ونشوف الستركتشر بتاعها. هلاقي الستركتشر بتاعي الجنرال ستركتشر اللي احنا قلنا عليهم اللي هم عبارة عن ايه؟ التلات طبقات بتوعي اللي هم ايه؟ التيونيكا انتما والتيونيكا ميديا والتيونيكا ايه؟ ادفنتيشيا،
وها الانتيما اندوثيليوم وثاب اندوثيليوم، والميديا بتاعتي عبارة عن ها على حسب الوظيفة بتاعتي ها، لكنها برضو هيبقى موجود فيها السموث ماسل والإلاستيك فايبرز والكولاجين والبروتيوغلايكان والتونيكا ادفنتيشيا بتاعتي الفايبرو إلاستيك. طيب تعالوا بقى نركز ونشوف الأورطة بتتميز بيه. أول حاجة إن الانتيما بتاعتي بتبقى حوالي 10% من الثيكنس بتاع الول بتاع الأورطة، لكن التونيكا ميديا بتبقى أكبر طبقة، بتبقى حوالي 70% من الثيكنس بتاع الول. يتفضل لي التونيكا ادفنتيشيا هتبقى حوالي 20% من الول. طيب تعالى على الانتيما بتاعتي هتتكون من ايه؟ عادي خالص، من اندوثيليوم والساب اندوثيليوم بتاعي، والساب اندوثيليوم هنا بيبقى فيه شوية سموث ماسل فايبر ها ممتدين من الميديا، واحيانا بلاقي ماكروفيج. ماكروفيج هي ماكروفيج هنا بتعمل ايه؟ خلي بالكو ان الماكروفيج دي ليها دور مهم جدا في حدوث تصلب الشرايين او الاثروسكليروزس. ازاي؟ خلينا اقولك ان في الناس اللي هم بياكلوا دهون كتير دهون كتير، فنسبة الكوليسترول في الدم عندهم بيبقى عالية. الماكروفيج اللي بتبقى موجودة في الانتيما بتيجي وتقوم جاية واكلة بلعة الكوليسترول ده، فيتجمع الكوليسترول جوه الماكروفيج، وتتسمى الماكروفيج دي ليبيد ليدن ماكروفيج، يعني ماكروفيج محملة بالليبيد. الليبيد ليدن ماكروفيج دي بتتسبب مع عوامل اخرى في حدوث تصلب للوول بتاع الاورطة. تصلب يعني ايه؟ يعني يبقى هارد كده جامد ها، واليومن بتاعه يبقى ضيق، وهو ده اللي بسميه الاثروسكليروسس. اتفقنا يا شباب؟ طيب تعالى لي على التيونيكا ميديا، هتلاقي المكون الاساسي فيها ايه؟ يعني هي عادي جدا يا شباب، فيها سموث ماسل، فيها الاستيك فايبر، فيها كولاجين بروتوجلايكان، لكن مين اللي واخد الابر هاند هنا؟ زي ما قلنا على حسب الوظيفه. انا عندي الاورطه بيحصل لها ايه؟ قول معايا، بيحصل لها ديستنشن ها، بتوسع زي البالونه اثناء السيستول بتاع الهارت عشان يجي يضخ فيها الدم، وبعد كده أثناء الدياستول بتاع الهارت يحصل إيه؟ يحصل لها ريكويل مرة أخرى، ترجع مرة أخرى علشان إيه؟ يمشي فيها الدم منها على بقية الفيسل. فإذن الأورطة طول الوقت معرضة لإيه؟ ديستنشن وريكويل، ديستنشن وريكويل، ديستنشن وريكويل. يبقى أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن إلاستيك فايبرز هو اللي واخد المين كومبوننت. وخلينا اقول لك ان الالاستيك فايبرز هنا بتبقى مترصصه في طبقات بقول عليها لاميلي، او ساعات بنقول عليها ميمبرينز. اللاميلي دي او الميمبرينز او الاغشيه دي بتحتوي على زي ما قلنا الالاستيك فايبرز. بتلاقي ان في كل طبقه ما بين الفايبرايا والفايبرايا اللي بعدها في كده ما بينهم مسافه. يعني ايه؟ يعني الفايبرز الاستيك فايبرز ما هياش ماسكه ببعض، ما بين الفايبر والفايبرايا اللي بعدها في مسافه، بقول على المسافه دي فينستريشن. يعني ايه فينستريشن؟ يعني زي كده ايه؟ ثقوب ما بين الفايبر والفايبر اللي بعدها، فبعتبر ان هذه الطبقات فينستريتد. يعني ايه فينستريتد؟ فينستريتد من اسمها يعني مخرمه. يعني ايه مخرمه؟ يعني المقصود هنا ان في مسافه ما بين الفايبرايا الالاستيك والفايبرايا الالاستيك اللي بعدها. طب يا ترى ايه فايده هذه الخروم؟ ايه فايده هذه المسافات؟ فايدتها انها تسمح بالنيوتريشن المواد المغذيه انها تقدر انها تعدي في كل الجدار بتاع الفيسل. خلينا اقولك كمان ان عدد وسمك هذه الطبقات بيختلف على حسب البلاد بريشر الضغط والايج اللي هو السن. يعني ايه الكلام ده يا دكتوره ايمان؟ خلينا اقولك ان هما لقوا ان at birth، يعني at birth عند الطفل اللي هو لسه مولود حالا، لقوا ان الميديا بتاعته بتاعت اللارج ارتريز ما فيهاش الاستيك لاميلي، الا ان في سن الادلت لقوا ان عدد اللاميلي دي بيبقى حوالي من 40 ل70 لاميلي، ولقوا كمان ان مع زياده البلاد بريشر برضو بتزيد عدد والسمك بتاعت هذه اللاميلي.
إلا إن خلينا أقولك مع الأولد إيج في السن الكبير، زي ما كل حاجة في جسمنا بتتغير وبتتحلل وبتقل، لقوا إن الإلاستيك فايبرز اللي في الميديا دي برضو بيحصل لها تحلل. نتيجة لكده إيه اللي هيحصل؟ نتيجة لكده الفيسل ده بيفقد المرونة بتاعته اللي كانت موفرها له مين؟ اللي كانت موفرها له الإلاستيك فايبرز. فبتلاقي ان الوول بتاع الفيسل بيبقى ستيف. يعني ايه ستيف؟ يعني ناشف لانه فقد المرونة بتاعته. فده بيؤدي لايه؟ لو تخيلنا ان ده حصل في الأورطة، والله نتيجة لكده هيجي الهارت، القلب هيضخ الدم بقوة اكبر من خلال هذا الجدار الستيف الناشف، عشان يقدر يحصل له ايه او يعمل ايه للجدار ده؟ يقدر يعمل له ديستنشن او يخليه يتمدد مرة اخرى بالدم. اضف على كده ان كمان زي ما قلنا ان الاورطة دي بؤرة لحدوث ايه؟ الاثروسكليروزس وتصلب الشرايين مع تقدم ايه؟ مع تقدم السن. كل هذه العوامل بتساعد على حدوث الهايبرتنشن او زيادة ضغط الدم في الاولد ايج او في السن الكبير. اتفقنا شباب؟ طيب يجي السؤال، هل انا هنا عندي أساتك؟ هل عندي internal واكسترنال إلاستيك لامينا؟ بيقولك والله الانترنال والاكسترنال إلاستيك لامينا هم موجودين، لكنهم ما بيبقوش ظاهرين. ليه ما بيبقوش ظاهرين؟ لأن أنت ما بتقدرش تميزهم عن الإلاستيك فايبرز اللي هو already واخد الأبر هاند في الميديا بتاعتي. طيب تعالي على الأدفنتيشيا، وضعها إيه؟ عادي فايبرولاستيك زي ما قلنا قبل كده. طيب الفازا فازورم هنا كميتها قد ايه؟ هتلاقيها كتيرة. ليه كتيرة؟ عشان الوول بتاعي بيبقى طخين، فبالتالي النيوتريشن اللي جاية بالديفيوجن من اليومن يتوبك بتوصل لحد نص الميديا فقط. طب النص التاني والأدفنتيشيا مين اللي هيغذيها؟ الفازا فازورم. اتفقنا يا شباب؟ يبقى انا لما يجيلي صورة بالمنظر ده ويسألني السكشن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن أورطة او لارج ارتريز، عرفت منين؟ عرفت انا عندي فيه الثلاث طبقات بتوعي اهو، الانتيما والميديا والادفنتيشيا. مين اكبر طبقة عندي؟ الطبقة اللي في النص اللي هي الميديا. ايه الكومبوننت اللي واخد الابر هاند هنا؟ شايفين حاجات اللي ماشيه زي الزجزاج شيب كده زي الاستيك المدكك؟ يبقى المين كومبوننت ايه يا شباب؟ الالاستيك فايبرز بتاعتي. هل انا شايفه الانترنال والاكسترنال؟ هم موجودين، ها هم موجودين، بس انا مش قادره اميزهم من الالاستيك فايبرز بتاعت الميديا. في فازا فازورم؟ اه في فعلا، وكميتها كبيره. ايه يا شباب صوره تانية برضو لمين؟ ها لللارج سايزد ارتري. عرفت منين؟ انا عندي طبقات انتما وعندي ميديا وعندي ادفنتيشيا. اكبر طبقه عندي الميديا، وادوا شايفين الحاجات العامله زي الاستيك اللي لونها فايلوت الفاتح ده، هي دي ايه؟ الالاستيك فايبرز. وما بينها الحاجات الغامقه دي اللي هي مين؟ السموث ماسل، اللي هي عادي موجوده في اي فيسل خلقه ربنا. وادي الفازا فازورم بتلاقي كميتها كبيره، وزي ما قلنا ما بقدرش اميز الانترنال والاكسترنال الاستيك لامينا من الالاستيك فايبرز اللي موجوده في الميديا. اتفقنا شباب؟ باذن الله يا شباب لما تيجوا تخلصوا الهيستولوجي وتروحوا بعد كده على الباثولوجي، دايما المثل اللي انا بقوله ايه؟ ما تعرفش قيمه ابوك اللي هو احنا غير لما تشوف جزء امك اللي هو الباثولوجي. فافتكروا هذا المثل اللي انا دايما بحفظه للطلبه بعد ما بيخلصوا عندنا الهيستولوجي. ان شاء الله لما تروحوا الباثولوجي هتاخدوا بالتفصيل الاثروسكليروزس او تصلب الشرايين، بس انا هنا حابه ادي نبذه مختصره عنه بما ان احنا ذكرناه وهنذكره تاني بعد كده. ايه اللي بيحصل في الاثروسكليروزس؟ لو تخيلنا ده عباره عن الفيسل وول الطبيعي، الجدار الطبيعي بتاع ايه؟ بتاع البلاد فيسل بالطبقات بتاعته انتيما وميديا وادفنتيشيا. اللي بيحصل في الاثروسكليروزس الليجن بيبتدي في المنطقه بتاعه الانتيما. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه الماكروفيج اللي انا قلت لكم عليهم المحمله بالدهون جواها بتزيد في العدد،
بالإضافة أن السموث ماسل فايبرز بتيجي تهاجر من الميديا وتروح على الانتما وبتزيد في العدد. طب السموث ماسل دي هتعمل إيه؟ السموث ماسل دي يا شباب بتصنع كمية زيادة من الكولاجين فايبرز، فبيحصل في هذه المنطقة تكوين what is called atherosclerotic plaque. يعني إيه atherosclerotic plaque؟ زي قرص كده جواه الحاجات اللي احنا قلناها ماكروفيج، كولاجين، سموث ماسل وهكذا. البليك او القرص دي عملت ايه؟ زي ما انت شايف جت وبرزت جوه التجويف بتاع الفيسل، فضيقت لي الايه اليومن بتاعي. فضلا عن كده ان بيحصل دامج للاندوثيليوم اللي مغطي البليك، والدامج ده معناه اشاره، انذار، تنبيه، ستيمولس لمين؟ للصفائح الدمويه، زي ما كده ضربت لها جرس انها تيجي علشان ايه تتجمع في هذه المنطقه ويحصل نتيجه لكده ثرومبوزس او ايه او جلطه دمويه. فاذا الاثروسكليروزس ده سبب لحدوث الايه الثرومبوزس. اتفقنا شباب؟ طيب تعالوا بقى نشوف سؤال كده على الجزء اللي احنا خدناه وبيقول which statement is not applied to the media of the elastic artery. اول حاجه it constitutes 70% of the wall thickness, its outer part is nourished by vasa vasorum, the elastic membranes are discontinuous, it contains smooth muscle fibers and fibroblast. ايه الحاجه اللي لا تنطبق على الميديا بتاعه الالاستيك ارتري؟ الاجابه الصحيحه هي برافو عليكو، اللي هي اخر اجابه. ليه؟ لان هل الميديا 70%؟ ايوه، الميديا الجزء الخارجي بتاعها بيتغذى بالفازا فازورم قلناها، الالاستيك ميمبرينز ديسكونتينوس، ما احنا قلنا يا جماعه ان ما بين الفايبرايا والفايبرايا في ايه؟ ها ما هماش ماسكين في بعض، ما هواش كونتينوس، لا ده ايه ده مخرم. فاذا الحاجه اللي فعلا نوت ابلايد ان السموث ماسل، ان الميديا فيها سموث ماسل وايه؟ فايبروبلاست. ليه؟ لان الميديا فيها سموث ماسل فقط وما فيهاش فايبروبلاست، علشان كده السموث ماسل هي اللي هتصنع لك مين؟ زي ما قلنا الإلاستيك والكولاجين اللي موجودين في الميديا. اتفقنا شباب؟